مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في تغطيتنا الحية والمستمرة يوميا على شاشة التلفزيون المصرية وعلى مدار الساعة للحدث الأبرز الذي تستضيفه أرض الكنانة، حيث تتواصل فعاليات قمة المناخ العالمية COP27 بمدينة السلام شرم الشيخ بمشاركة دولية واسعة. تعقد جلسات اليوم تحت عنوان يوم التنوع البيولوجي، والذي يختص ببحث كل ما يتعلق بالطبيعة والحلول القائمة على النظام الإيكولوجي، كما يناقش تأثيرات تغير المناخ على التنوع البيولوجي ووسائل حشد الإجراءات العالمية لمواجهة التحديات لوقف فقدان التنوع البيولوجي والحد من آثار تغير المناخ والتلوث. وتشمل المناقشات أيضا آثار تغير المناخ على المحيطات والأنواع المهددة بالانقراض وشعاب المرجانية والحلول القائمة على النظام الإيكولوجي وارتباطها بالمناخ. الحكومات تسعى لشفاء علاقاتها مع الطبيعة والمناخ، والإرادة تتحقق من خلال تجمع القادة في شرم الشيخ. للمزيد من المتابعة لفعاليات القمة ينضم إلينا من شرم الشيخ مراسلة التلفزيون المصرية سالي سالم. سالي، حدثينا عن اليوم الخاص بالتنوع البيولوجي وأهم ما شهدته المناقشات والجلسات، وأبرزها بالطبع حضور الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا. نعم، تحياتي لك إيمان ولمشاهدينا الكرام. ما زلنا في هذه المتابعة الحية والمباشرة لفعاليات هذا المؤتمر، مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، ونحن على اعتاب يومين لانتهاء هذه الفعاليات الرسمية في يوم 18 من هذا الشهر. لو تحدثنا عن هذا اليوم، كما ذكرتي هو تحت بند وهو من أهم البنود، هو بند التنوع البيولوجي، ولكن دعينا نتحدث عما كان في الدقائق الماضية، وهو الخطاب الذي ألقاه الرئيس البرازيلي بعدما جاء إلى أرض هذه المدينة بعد تلقيه دعوة رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إدراكا من الرئيس بأهمية دور البرازيل في مقاومة ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي نعلم جميعا الآثار السلبية نتاج هذه الظاهرة والتي تضر العالم والانبعاثات الحرارية التي تحدث وترفع درجة حرارة الأرض. الرئيس البرازيلي تحدث عن أن العالم لابد أن يفي بهذه التعهدات التي تمت في النسخ الماضية، وضرورة مكافحة ما يحدث في غابات الأمازون، وأن قمة المناخ ستوضع على طاولة 2025 في القمة التي سيتم استضافتها في البرازيل. تحدث أيضا عن ضرورة أن يقف العالم أجمع ضد هذه التغيرات المناخية لبناء عالم أفضل. العديد من الهتافات كانت داخل هذه الندوة وهذا الخطاب، ما يصل إلى 3000 مشارك داخل هذه الندوة للاستماع إلى هذا الخطاب والثناء على الكلمات التي كانت داخل هذا الخطاب. اليوم بالفعل هو يوم التنوع البيولوجي، هذا البند الهام، ودعينا في البداية أو نتحدث في بداية الأمر عن ما هو التنوع البيولوجي. هذا التنوع هو التوازن البيئي في الحياة على كوكب الأرض، في الطبيعة تحمل أو يحمل التوازن البيولوجي كل ما يخص الإنسان والنبات، كل الكائنات الحية في هذه الدورة على كوكب الأرض. واختلال هذا التنوع البيولوجي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض، انقراض بعض النباتات وبعض الحيوانات، ارتفاع أيضا والتأثير الذي يحدث للبحار والمحيطات وغيرها. الجلسات بدأت بجلسة بحضور وزيرة البيئة وأيضا المبعوث الأمريكي للمناخ وأيضا الأمم المتحدة، فيما يتعلق أو تحت عنوان تحقيق الصلة بين المناخ والتنوع البيولوجي، الإجراءات التي لابد على العالم اتخاذها والمفاوضات التي تتعلق بضرورة تحقيق هذا التوازن في التنوع البيولوجي وفقا للأنظمة الأيكولوجية. أيضا تم خلال هذا اليوم العديد من الفعاليات سواء هنا
في المنطقة الزرقاء أو أيضا في المنطقة الخضراء في الفعاليات الجانبية التي تتعلق أيضا بهذا البند، وكيفية إشراك الجميع في تحقيق هذا التنوع البيولوجي. أيضا تم خلال هذا اليوم توقيع عدد من الاتفاقيات من قبل الحكومة المصرية بالتعاون مع بعض التحالفات سواء الدولية أو العربية فيما يخص استخدام الهيدروجين الأخضر وأهمية هذا الاستخدام. هذه الاتفاقيات الإطارية التي تعدت منطقة أو إطار التعهدات إلى التنفيذ وتتضمن الكثير من المحاور فيما يتعلق باتباع والمشروعات التي تتم في هذا الإطار وهو الهيدروجين الأخضر، ومنها بعض المشروعات التي ستتم في منطقة أو العين السخنة وغيرها من المناطق. وتحدث وزير الكهرباء في إحدى هذه الجلسات فيما يخص أنه بالفعل في مدينة شرم الشيخ يتم تنفيذ هذه الآلية وهذه التطبيقات. كان لنا عدد من اللقاءات في هذا الصدد فيما يتعلق بآليات تنفيذ الهيدروجين الأخضر والمشروعات التي يمكن أن يتم تنفيذها سواء هنا في مصر أو في القارة الإفريقية أو في العالم أجمع في إطار هذه التغيرات المناخية التي تحدث. يعني العديد من الفعاليات التي تمت هذا اليوم في هذا الصدد، وبدءا من يوم غد سيتم الخروج ببعض التوصيات، وبعد غد أيضا للوصول إلى التوصيات النهائية في هذه القمة، قمة التنفيذ والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ. والكلمة تعود إليك إيمان مرة أخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا لك سالي سالم من شرم الشيخ على هذه المتابعة الوافية.